رئيس مجلس الوزراء ونظيره الهندي يبحثان في جلسة موسعة جوانب التعاون الثنائي. الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين ويطالب بتقديم مرتكب الجرائم للعدالة. الأزمة الإنسانية تتفاقم في السودان مع احتدام المعارك، ومجلس الأمن يدعو لوقف القتال وحماية المدنيين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرتنا الإخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اجتماع مائدة مستديرة بمقر مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين لمناقشة جوانب التعاون الثنائي. وكان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء الهند الذي يزور مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كل من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي وعدد من كبار المسؤولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية. ولدى وصوله إلى القاهرة أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن تطلعه للمحادثات التي سيجريها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال مودي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه على ثقة بأن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز علاقات الهند مع مصر، موجها الشكر لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الترحيب به في المطار لدى وصوله إلى القاهرة، ومعربا عن تمنياته أن تزدهر العلاقات الهندية المصرية بما يحقق النفع لشعبي البلدين. أكد سفير الهند بالقاهرة إيجيت جوبتي أن العلاقات متعددة الأوجه بين الهند ومصر والتي تم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية هذا العام ستشهد المزيد من الزخم مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة. وأعرب السفير الهندي عن تطلعه لنتائج الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء مودي إلى القاهرة، لافتا إلى أن آخر زيارة لرئيس وزراء هندي إلى القاهرة تعود إلى عام 1997. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفعت لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5 مليارات و300 مليون دولار خلال عام 2021، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات خلال إجازة العيد للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني. كما كلف مدبولي خلال ترأس اجتماع المحافظين بضرورة توفير اللحوم والأضاحي والشوادر على مستوى المحافظات وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية، وذلك في إطار استعدادات عيد الأضحى المبارك. كما شدد رئيس الوزراء على مراعاة الالتزام بوجود أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عالي من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مقابر الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم التي أصبحت لا تصلح لعملية الدفن، موضحا أنه سيتم تطوير منطقة المقابر وإنشاء حدائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق والخدمات. وأضاف مدبولي في تصريحات عقب تفقده مقابر صلاح سالم أنه سيتم إنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لا يجوز ترك هذه المنطقة دون حلول. احنا بنوفر بديل إنساني وديني ويعني يقدر ان هو يراعي حرمة يعني موتانا، وده الحقيقة الدولة المصرية فعلا موفراه النهاردة على الطرق السريعة، وابتدت فعلا عمل حصر، وفي النهاردة اكتر من 20,000 مقبرة انشئت وهتنشأ في خلال الشهور القليلة القادمة، علشان تبقى بديل ان احنا ننقل الاماكن اللي هي خلاص اصبحت واضح تماما زي ما حضراتكم شايفين انها لا تصلح لعملية الدفن. هي دي النقطة اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها. طب هو ايه اللي هيتعمل هنا؟ اللي هيتعمل هنا في اطار نفس التخطيط، ان احنا لان طبعا دي من الناحية الدينية ودي درسناها، ما ينفعش يتعمل فوق المقابر القديمة غير يا اما حدائق ومتنزهات او مجموعة من الطرق او الخدمات، مش خدمات مبنية، ما فيش حاجة تتعمل، ممنوع ان نبني اي مباني، عشان أؤكد هذا الموضوع. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انه ستكون هناك بدائل للتعامل مع المقابر التي لم يتم نقلها والتي لا تدخل ضمن التطوير. وشدد مدبولي عقب تفقده مقابر صلاح سالم على ان الحكومه حريصه كل الحرص على تراث مصر والمحافظه عليه. هل كلنا شفنا مقبره الزعيم الخالد احمد عرابي اللي كلنا يعني شوارع ورئيسيه في كل مدننا النهارده يعني باسم هذا الزعيم الخالد اللي كلنا درسناه في كتب التاريخ؟ شفنا المقبره عامله ازاي؟ يعني هل يعقل ان احد اهم زعماء مصر يبقى دي مقبرته؟ فهي دي كانت توجيه سياده الرئيس، يتعمل مكان او منطقه كبيره اسمها تبقى مقبره الخالدين، علشان نعلي من شان زعمائنا اللي يعني ضحوا لهذه الدوله على مدار العصور، ويبقى هناك مكان مجمع الناس تروح تشوفه وتبقى عارفة ان الزعيم ده عمل ايه للبلد. يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر النهاردة، كلنا بنقرأ الزعيم احمد عرابي، لكن ما حدش ممكن كان يتخيل ان هي دي مقبرة هذا الزعيم الكبير. لكن هو ده عشان كده كانت التوجيه يتعمل مكان على اعلى مستوى يبقى بيجمع كل يعني الخالدين والزعماء اللي كانوا موجودين في هذا الوطن، ويبقى مزار لينا كلنا عشان نفتخر بيهم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تفقده منطقة سور مجرى العيون أن هذه المنطقة الحضارية نفذتها الدولة كبديل لمنطقة المدابغ، مشيدا بالنقلة الحضارية التي أصبحت عليها المنطقة. وأشار مدبولي إلى نقل 2000 أسرة إلى شقق حضارية على أعلى مستوى بمدينة بدر ليكونوا بجوار منطقة الروبيكي التي تم إقامة منطقة المدابغ الجديدة بها. النهارده زي ما حضراتكم شايفين يعني اولا تم نقل 2000 اسره بتعويضهم ونقلهم في شقق حضاريه على اعلى مستوى في مدينه بدر. وليه مدينه بدر؟ عشان تبقى جنب منطقه الروبيكي اللي هيتعمل فيها منطقه المدابغ الجديده على اعلى مستوى، بحيث يبقوا مرتبطين يفضلوا قريبين من مكان عملهم. فبالتالي احنا الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نرفع يعني مستوى معيشة الناس اللي كانت موجودة هنا في مصر، حتى العمال السريح أو اللي كانوا بيسرحوا بتمثيل بعربيات كارو، دول برضو تم تعويضهم علشان يعني تبقى الأمور كل الناس تم تعويضهم. لكن النهارده المنطقة كانت يعني برضو كانت المية الجافية والتلوث اللي كان موجود غير طبيعي في المنطقة بعد ما هدمناها. النهارده في خلال سنتين احنا واقفين زي ما حضراتكم شايفين المكان عامل ازاي. والنهارده بنتكلم على شقق طبعا معموله بالطراز الاسلامي اللي يتماشى مع طبيعه المنطقه على اعلى مستوى. الحمد لله الشقق فيها يعني مستوى جميل جدا، شبابنا واي اسر النهارده تقدر انها تيجي وتسكن في مكان على اعلى مستوى. الحمد لله اللاندسكيب زي ما انتم شايفين، يعني اعتقد الصوره نفسها ابلغ من اي وصف. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه.
تابع رئيس مجلس الوزراء سير العمل بعدد من قطاعات التطوير بالقاهرة التاريخية، وبدأ رئيس الوزراء من بوابة الفتوح المؤدية إلى شارع المعز بمحيط مسجد الحسين، وتفقد مدبولي كذلك تطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب روضة السيدة 2، كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير حدائق الفسطاط موجها بالإسراع في تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع وبدء تشغيله في أقرب وقت بما يتسق مع رؤية الدولة لتطوير الوجه الحضري بالقاهرة. أطلقت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لدعم المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستمرارا لهذا الدور وزعت الوزارة عبوات مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. احنا ولادك يا بلادي الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. تتنوع المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تطلقها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واستمرارا لهذا الدور فقد أعدت الوزارة عبوات غذائية متميزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. توزيع هذه العبوات يتم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، ومن خلال مأموريات من مديريات الأمن كل بنطاقها تتوجه مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجا لتسليمها لهم، كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة التي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. متشكرين، تحيا مصر. التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين. ربنا يخلي الريس ويزيده من نعيم الله. بقاله شهر مبروك وسنة مبروك عليكم وعلى الأمة كلها وحضرة الريس. بلاده في يوم تعيش، البلد دي ما بتقعش، والأهم البلد دي ظهرها ما بينحنيش. يا رب يحميكم كلكم ويكتر منكم ويزود منكم يا رب، ويكفيكم شر ايدين الناس الغدرة. كل سنة وانت طيب يا حاج، كل سنة وانت طيب. يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقت الظروف مفيش. شكرا شكرا لعبد الفتاح السيسي وللداخلية. لو خدت تاخدي مني دي روحي هي. إشادة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم. دي هدية بسيطة من السيد رئيس الجمهورية، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب. دي هدية السيد الرئيس ليكي، وكل سنة وانت طيبة. ربنا يخليهن ويبارك لنا فيه. كل سنة وانت طيبة. الله يخليك، ربنا يبارك له يا رب. كل سنة وانت طيب ويبارك. هذه القوافل الإنسانية المحملة بالخير ترسم الفرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم، والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. أزمنة وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقت الظروف، مفيش أي قوة تهزنا. لو خدت تاخدي مني روحي، دي روحي هينة، وهو ايه في الدنيا أغلى. احنا عايشين في أمن وأمان طول ما هو موجود معانا، الله يبارك له. كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخليكم لينا ويخلينا سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا على طول. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. هندي لك عادية وقد المسؤولية وشرطة شعب. أنا بشكر سيادة الرئيس اللي هو فاكرنا وجاي لحد هنا، وربنا يعينه ويقويه، وشكرا على الهدية. بشكر سيادة الرئيس على المبادرة ديت، وكل عام وهو طيب. ربنا يخليك لنا يا ريس، والف شكر. ولادها ابطال اسود وقد العهود، وجوه قلوبهم حبها. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب.
كل سنة وانتم طيبين ورب الناس كلها تكون بخير وبأمان وربنا يخلينا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعتنا الهديات مع المأمور وربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانت طيب. احنا بنشكر سيادة الرئيس ان فاكر الناس في الاعياد وفي المناسبات الطيبة ونقول له كل سنة وانت طيب. شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دي. قدمتم ذخر لنا ونقول التحية العسكرية المعهودة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ومنك قريب انا اديلك عينيا وقد المسؤولية. وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمام. الدور الانساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية إنما يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لذا تتنوع وتتواصل المبادرات، ومنها مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، والتي تسعى للوصول إلى المواطنين في كل مكان على أرض الوطن. ربنا يكرمه ويطول عمره ويستره وعينه على مصر كلها. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. مع اكتمال وصول حجاج القرعة إلى مكة المكرمة تتواصل التيسيرات المقدمة لهم من بعثة حج القرعة تمهيدا لأداء المناسك. هذا وتتابع غرفة عمليات مجهزة أحوال الحجاج خلال المناسك بالأماكن المقدسة. اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وسط تيسيرات تقدمها بعثة حج القرعة لهم، في مقدمتها فنادق الإقامة التي تم اختيارها على مقربة من البيت العتيق، ما هي إلا خطوات يخطوها الحجاج مترجلين من الفنادق باتجاه المسجد الحرام، وهو ما لاقى ارتياحا كبيرا بين أوساط حجاج القرعة. المسافة بين الفندق وبين الحرم لا تتجاوز 100 متر. كل هذا الامر كل هذا تسهيلات على الحجاج. اود ان اشكر قياده الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الداخليه على حسن التنظيم وحسن الاستقبال وحسن التفويج لجميع الحجاج. فندق قريب من الحرم، سكن جميل، ترتيبات جميله، قايمين بالواجب معانا كحجاج، الغرف مستواها كويس، مستوى الفندق ممتاز، ما فيش اي معوقات، اي تسهيلات او اي حاجه بنطلبها بيكون تسهيلها فورا. تقبلونا بالترحاب بصراحه، والفندق بصراحه قريب جدا من الحرم، وكل الناس بصراحه هنا في خدمتنا. بهو فنادق الاقامه يشهد حركه مستمره من الضباط للاطلاع على احوال الحجاج والوقوف على متطلباتهم. الابتسامه تعلو وجوه الجميع بالفوز بأداء المناسك وما تقدمه بعثة حج القرعة من تيسيرات وإجراءات تنظيمية لراحتهم. أول ما دخلنا منتهى الراحة، الشنط بتاعتنا لقيناها على بيبان الأوض بتاعتنا، كل واحدة مكتوب عليها رقم الأوضة. بصراحة قايمين على خدمتنا بمنتهى الأمانة. أمور الحمد لله ميسرة، وكلها سواء كانت إقامة هنا في الفندق أو أي خدمات هم بيوفوها بالنسبة لنا، والامور الحمد لله بخير. كل حاجه الله اكبر، والخدمه ممتازه ومرتاحين جدا والله. احنا فعلا متمتعين بهذا الرحله الكريمه لوزاره الداخليه، وبنشكر وزاره الداخليه على هذا المجهود الكبير اللي هي قايمه معانا. وكل حاجه كويسه جو، وكل حاجه ماشيه لنا 24 جرام.
غرفة عمليات مكة والتي شكلتها بعثة حج القرعة تتولى إدارة ومتابعة شؤون الحجاج المصريين منذ لحظة مغادرة الأراضي المصرية وصولا إلى الأراضي المقدسة وطوال فترة الرحلة من إقامة وإعاشة وانتقال وكذا حالتهم الصحية واتخاذ كافة الإجراءات لرعايتهم بالتنسيق مع الجهات السعودية ذات الصلة وغرفة عمليات مجلس الوزراء المصري. جيت غرفة العمليات النهاردة عشان أستفسر على مناسك الحج. إيه هنبدأ إمتى وهنتحرك إمتى يعني عشان نعرف إيه هنبدأ بإيه الأول اللي هنروحه مينا ولا هروح إيه. فسيادة العقيد بصراحة الحمد لله تفضل سيادته بشرح شرح لي كل حاجة وهنبدأ إزاي وهتتقسم إزاي أحياء. يسر لنا كل حاجة في المطارات سواء مطار القاهرة أو مطار جدة وقت الوصول. الباصات كانت فاخرة جدا يعني حتى الحاجات كانوا وصل لنا لبس الإحرام خط سعودي مجرد ما جينا فعلناه. فخورة إن بلدي بتقدم لنا هذه الخدمة المنظمة على إيد ناس محترفين. الفندق نفسه بيقدموا الخدمات مفيش أوضة ناقصة حاجة وعلى طول في إشراف عليهم ويمروا على الأوض أي نواقص في الأوضة بيكملوها وكده. وتشهد فنادق إقامة حجاج القرعة تنظيم ندوات دينية للتوعية بمناسك الحج والرد على استفسارات الحجاج. بسم الله ما شاء الله إرشادات ممتازة ممتازة بالنسبة للحج وبالنسبة للعارف بتعرفه بزيادة واللي مش عارف بتعرفه. ده كان دي مناسك ربنا يقبل الجميع. دينا كمان مجموعة شيوخ من الأزهر ما شاء الله بنسألهم بدل مرة 10 مرات يعني في كل حاجة وهم بيجاوبوا علينا في كل حاجة وعندهم استعداد لو أي سؤال نسألهم يجاوبوا عليه في كل حاجة يعني. هكذا يسرت بعثة حج القرى على الحجاج لأداء مناسك الحج والاستمتاع بالأجواء الروحانية طوال فترة الرحلة المقدسة. تضع بعثة حج القرعة كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج القرعة هنا بمكة المكرمة تمهيدا لأداء المناسك. فنادق إقامة موجودة بالقرب من الحرم المكي الشريف إضافة إلى حزمة من التيسيرات الأخرى التي بدت واضحة على وجوه الحجاج هنا بمكة المكرمة. من مكة المكرمة عبد الله بركات، التلفزيون المصري. عقدت البعثة الطبية المصرية اجتماعا لوضع خطة التأمين الطبي خلال تفويج ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين إلى مناطق المشاعر وخلال تواجدهم بها لأداء الفريضة. وأتي ذلك بهدف توفير الخدمات العلاجية والوقائية بالمخيمات ووجود الفرق الطبية بمستشفيات المشاعر لمتابعة الحالات المرضية الطارئة بها. في إطار العمل على توفير الخدمات العلاجية والوقائية خلال أداء ضيوف الرحمن فريضة الحج بمناطق المشاعر، كان اجتماع البعثة الطبية المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لخطة توفير سبل الراحة والأمان للحجاج من خلال الخدمات العلاجية والوقائية لهم أثناء تفويجهم ووقوفهم بالمشاعر. وفرنا عيادات طبية مجهزة في عرفات وفي منى، وتم توفير أدوية فيها وتوفير فرق من الطب الوقائي لتوعية الحجاج المصريين بالمخيمات بتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وتوعية الحجاج لتجنب الإصابة بضربات الشمس وتوفير فرق للمرور على المستشفيات بعرفة ومنى على للمرضى المصابين المصريين اللي بيكونوا محجوزين فيها أثناء تأدية المناسك. وبيتزامن مع ذلك تنسيق دائم ومستمر مع السلطات الصحية السعودية لضمان تصعيد المرضى المصريين المحجوزين بالمستشفيات السعودية لأداء مناسكهم بعرفات بمشيئة الله. وهيتم ده بإذن الله عن طريق تصعيد الحالات اللي حالاتهم بتسمح بسيارات إسعاف مجهزة بفرق طبية على صعيد عرفة، وكذلك بصات مجهزة بفرق طبية للحالات التي تسمح حالتها بذلك. كما تواصل عيادات البعثة الطبية عملها على مدار الساعة لتوفير الخدمات العلاجية والدوائية لضيوف الرحمن. ما شاء الله السنة دي يعني غفيرة جدا وكتيرة جدا. معظم الحالات اللي جاية لنا هي عبارة عن ألام في العضلات وإجهاد عضلي وبعض الألام في العظام نتيجة المجهود بتاع العمرة والمشي أثناء المناسك. غير كده في بس تعرض لبعض التقلبات الجوية، ففي حلقات بسيطة من احتقان الحلق، بس دي معظم الحالات يعني. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات علاجية ووقائية مجودة. عندي احتقان هنا في زوري وعندي في برضو في الانف برضو مشكله عندي كده برد يعني. قال لي طب انت ما ابعد عن التكييف خالص، وكتب لي دواء للكحه ودواء للبرد. عندي احتقان في الزور وجيت هنا قبل كده، والبعثه المصريه يعني مش قادر اقول لك يعني ربنا يبارك لهم في اللي هم بيعملوه كله يعني.
رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل البعثة الطبية المصرية سواء على المستوى الطبي أو الوقائي لتوفير خدمات صحية لضيوف الرحمن تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة والمتصاعدة، والتي كان آخرها إحراق منازل وسيارات المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله من جانب المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال. كما أدان الاتحاد الأوروبي هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن أعمال العنف الأخيرة أدت حتى الآن إلى استشهاد فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين وتدمير ممتلكات فلسطينية على نطاق واسع، ومشددا على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بضرورة ضمان حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أدان قرار إسرائيل المضي قدما في التخطيط لبناء ما يقرب من 1000 وحدة سكنية في مستوطنة إيلي. دعا مجلس الأمن الدولي لوقف القتال في السودان وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان، ويأتي هذا في حين تواصلت معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وإقليم دارفور من جراء الصراع المتواصل بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث فشلت الجهود الدبلوماسية في إيجاد مخرج حتى الآن. هدنة تلتها هدنة ولا جديد على الأرض، فلا يزال دوي المدافع والرصاص يهز أرجاء السودان وسط جهود دولية ووساطات لإيجاد مخرج للأزمة دون التوصل لحل. معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وأقليم دارفور تتواصل من جراء الصراع المحتدم بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهزت طلعات الطيران الحربي ودوي الأسلحة الرشاشة المنازل مجددا في الخرطوم، حيث يختبئ المدنيون داخل منازلهم خوفا من القصف حسب ما أعلن شهود عيان. الأمم المتحدة أعلنت من جانبها أن 1.5 مليون سوداني غادروا العاصمة، وذلك منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو. ومنذ أكثر من شهرين يعيش سكان الخرطوم بلا كهرباء ولا ماء لفترات طويلة، إذ أن التغذية بالتيار الكهربائي وكذلك بمياه الشرب لا تصلهم سوى بضع ساعات أسبوعيا فقط في ظل ارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت من العام. وفي الخرطوم كما في دارفور صار ثلث المستشفيات خارج الخدمة، والمنشآت الطبية التي لا تزال تعمل تعاني نقصا حادا في مخزون الأدوية وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات. مركز مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث أكد أن طرفي النزاع يريدان الاستفادة من المحادثات لتحقيق أهداف تكتيكية، فالجيش يطالب مغادرة قوات الدعم السريع للمناطق الآهلة بالسكان، وقوات الدعم السريع تطالب بوقف القصف الجوي من قبل الجيش. وكانت واشنطن قد علقت هذا الأسبوع جهود الوساطة التي كانت تقوم بها مع الرياض والتي كانت ترمي لتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل عدم استعداد أطراف النزاع لتقديم أي تنازل يعيد الاستقرار للبلاد. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بعد توسط رئيس بيلاروسيا، رئيس مجموعة فاغنر يوافق على وقف تحرك مسلحيه في أنحاء روسيا وتهدئة الأوضاع شريطة ضمان سلامة مجموعته. أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريجوجين وافق على وقف تحرك مقاتليه في أنحاء روسيا وتهدئة الوضع شريطة ضمان سلامة مجموعته. وأوضح لوكاشينكو أنه تحدث إلى رئيس مجموعة فاغنر وأنه تصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جهته أشار رئيس فاغنر إلى أن المجموعة قررت إعادة القوافل العسكرية إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء، وكانت سلطات ليبتسيك قد أعلنت أن مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا المنطقة الواقعة على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفجيني بريغوجين السيطرة على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة. في سياق متصل وقبل إعلان مجموعة فاغنر التهدئة، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن ما يحدث من تطورات متسارعة من خلال العصيان المسلح والذي قام به مؤسس مجموعة فاغنر سيتم الرد عليه بشكل قوي وصارم وعلى كل ما يهدد الدولة. وصدق بوتين على قانون يسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة في البلاد لمدة 30 يوما. كل التصرفات التي تقسم وحدة أن هذا التمرد على الشعب، على الرفاق في القتال الذين يقاتلون في الجبهة، وهذا تعنى في ظهرنا. لا نسمح لذلك بالتكرار، وسندافع عن دولتنا ومواطنينا عن أي من أمام أي التهديدات، بما في ذلك الخونة الداخلية. وما نواجهه اليوم هذا خونة. حذرت موسكو الغرب من أي محاولة لاستغلال الأوضاع في روسيا، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن تمرد فاغنر لن يمنع موسكو من تحقيق أهدافها في أوكرانيا. وشددت الخارجية الروسية في بيانها على أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها رغم ما تشهده روسيا حاليا. إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفيا مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا تطورات الأزمة في روسيا. وأوضحت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن والقادة الأوروبيين ناقشوا الوضع في روسيا وأكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضعف روسيا بات واضحا بعد التحرك الذي قام به مؤسس مجموعة فاغنر الروسية يفجيني بريغوجين. وفي تصريحات له أضاف زيلينسكي أن الفوضى ستتفاقم داخل روسيا كلما أبقت موسكو قواتها ومقاتليها في أوكرانيا لمدة أطول. أعلنت القوات الأوكرانية إحراز تقدم باتجاهات عدة على الجبهة الشرقية. في غضون ذلك أعلنت كييف استعادة أراض في منطقة دونيتسك كانت قد استولت عليها روسيا في عام 2014، وأن قوات مستمرة في تقدمها. ناقش الحوار الوطني موضوعات لجان المحور المجتمعي ومن ضمنها مستقبل الثقافة في مصر، والذي لا يعد عنوان جلسة فقط وإنما يعد رؤية لما سيتم قراءته. كما تمت مناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي. هذا وقد تم توجيه دعوة للجميع للمساهمة في قراءة المشهد الثقافي والفني الحالي وكيف أثر على قيمنا وسلوكنا ومبادئنا الأساسية، وكذلك المشاركة في البناء ورسم المستقبل. أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبد الفتاح العواري أن دور المؤسسات الدينية مهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها النواة واللبنة الأولى للمجتمع الإنساني. وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن الشرائع السماوية جميعها عنيت بها وحافظت على لحمة الأسرة. طبعا دور المؤسسات الدينية مهم للغاية في المحافظة على الأسرة، لأن الأسرة هي النواة لهذا المجتمع، وهي اللبنة الأولى والركن الركين في أي مجتمع إنساني. ومن ثم نرى الشرائع السماوية كلها عنيت بالأسرة عناية فائقة وحافظت على لحمتها، لأنه بالمحافظة على الأسرة يحافظ على المجتمع الكبير. فما المجتمع إلا مجموعة من الأسر، وما الأسر إلا مجموعة من الأفراد. فمتى كانت الأسرة متماسكة مترابطة تربط بينها أواصر القربة والرحم القوي، يكون المجتمع كذلك مترابطا متماسكا.
قالت الكاتبة والباحثة شيماء طنطاوي إن العنف الأسري له أنواع مختلفة ولا يقتصر فقط على العنف بين الزوجين. وأشارت طنطاوي إلى أن العنف ضد الأطفال يعد أخطر أنواع العنف لما يسببه من صدمة نفسية للطفل. الأطفال والطفلات اللي بيتعرضوا للعنف الأسري مشكلتهم بتكون أكبر، لأنه الصدمة النفسية في الوقت ده والصدمة الجسدية بتكون أقوى، وتأثيرها على النفس وعلى الجسد بيكون أقوى جداً. وفي نفس الوقت هم أطفال ملهمش ملجأ، ملهمش مكان يروحوه. هو المفروض إن هم بيحصلوا على الحماية والأمان من الأسرة، فإن هم يتعرضوا من مصدر الحماية والأمان بتاعهم لعنف ده بيبقى قاسي جدا. أكدت سارة هادي عضو مجلس الشباب المصري أهمية قصور الثقافة في نشر الوعي القومي. وأشارت هادي إلى أن هناك توصيات من مجلس الشباب المصري للحوار من أجل رفع التوعية القومية للجماهير من خلال السينما والمسرح وغيرهما. جلستنا النهاردة كانت عن قصور الثقافة، وتوصياتنا كمجلس شباب مصري عن قصور الثقافة وتوعية أو نوجه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح وكفنون شعبية وكفنون تشكيلية. الثقافة في القرى المصرية، يعني كنا حابين ان احنا يعني نعمل فوكس اوف بوينت كده في القرية المصرية. قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد يحيى إن مصر من أكثر الدول التي تمتلك اتفاقيات تجارية دولية. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد يحيى أهمية السعي لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والمؤسسات. مصر من أكثر الدول اللي عاملة اتفاقيات تجارة دولية والتجارة حرة مع عدد من الدول والأقاليم. يمكن مصر عاملة اتفاق تجارة حرة مع دول الكوميسا في أفريقيا، وفي تغطية لدول أغادير اللي هي الأردن والمغرب وتونس. فدي اتفاقيات مصر موقعها، مصر بتستفاد منها بجزء مش بالشكل المطلوب، لكن احنا عايزين نعمل تعظيم للاستفادة من الاتفاقيات ديت، زي اتفاق المشاركة الأوروبية، زي ما قلنا اتفاق أغادير، اتفاق الدول العربية، اتفاق الميركوسور. يمكن ده آخر أو أحدث اتفاق تجارة حرة بين دول مصر وبين مصر وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية. محتاجين ان احنا نشتغل على تسويق للاتفاقيات ديت. يمكن الصناعات المصريه محتاجه تروح للاماكن دي، وهما بيرحبوا جدا بالصناعات المصريه. في الفتره الجايه ان شاء الله لازم يكون في تعظيم استفاده من الاتفاقيات ديت عن طريق جلسات او اجتماعات ما بين المصدرين وما بين قطاع الاتفاقيات التجاريه في وزاره التجاره والصناعه، مكاتب التمثيل التجاري في الدول دي. شدد رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علاء السقطي على أهمية تشجيع مختلف المشروعات لتنمية الاقتصاد. وأشار السقطي إلى ما يمكن أن تسهم به تلك المشروعات من توفير احتياجات البلاد وزيادة الصادرات. طبعا خلينا نتفق أن ما فيش دولة النهاردة بتقوم في الصناعة إلا ما تبدأ الصناعة دي زي المدرسة، تبدأ من ابتدائي وإعدادي وثانوي، فلازم تشجيع الصناعات الصغيرة ده أساسي. طيب إحنا عندنا مشاكل في الصناعات الصغيرة، عندنا مزايا. المزايا ان انت عندك دولة 105 مليون، يعني ممكن تقدر تقول انهم 4-5 دول جنب بعض. عندك احتياجات، عندك حجم كبير جدا من الاستيراد سواء صناعات مغذية او منتج نهائي. فاحنا اللي اقترحناه وقدمناه هنا ان الاتحاد بمجموعة رجال الاعمال اللي بيرؤسوا الاتحاد هيتولوا تسليم الشباب الخامات اللازمة للانتاج وشراء المنتج النهائي منهم، وتحديد 1000 جزء مصر تقوم باستيراده ويمكن تصنيعه بمنتهى البساطة والسهولة. وبناء عليه هنفتح هذا الكلام للشباب اللي عايز يتقدم ويقول والله أنا عايز أعمل مشروع. هاجي أقول له والله أنت هتعمل مشروع مثلا تصنيع فرشة الدهان، فرشة الدهان دي تصنع بالطريقة المكنة دي، وأنا هورد لك الخامة وهاخد منك المنتج النهائي وأشتري منك عادي جدا جدا، إلى أن تستطيع أن تتعامل لوحدك. بعد فترة أنت هتقدر تبقى لوحدك وتنفصل انفصل. قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار بالحوار الوطني إن هناك اتفاقا من المشاركين بالحوار الوطني على أهمية وضوح الاستراتيجية الصناعية. وأضاف عادل أن مصر باستطاعتها تصنيع الكثير من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. في اتفاق على مسألة أنه تبقى الاستراتيجية الوطنية للصناعة واضحة، الاستراتيجية تبقى واضحة مبنية لسنوات طويلة ومتقسمة لسنوات أقل، يعني نقول استراتيجية لمدة 10 سنين وتتقسم كل 3 سنين مثلا مرحلة أو هكذا. دي مسألة يعني متفق عليها إن رؤية الصناعة العامة مش واضحة، الرؤية العامة للدولة
اللي انا شايفه كمان الحقيقه ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه ناتجه من ان سعر الصرف وتحرير سعر الصرف. طيب ما احنا عندنا حاجات كتيره بنستوردها من بره وما هياش يعني الصعوبه بمكان انها تتعمل. لو حصرنا الحاجات دي اللي بنستوردها 150 200 منتج مثلا واحنا محتاجين، اعتقد لازم يبقى في توجه من الدوله بمنتهى السرعه في تدعيم هذه الصناعات، لانك مجرد ما الصناعه دي تبقى عندك انت بتوفر المدفوعات الدولاريه في هذا الاتجاه. فتخيل 200 صناعه انت بتوفرهم، لو في خامات وسيطه، وفي خامات وسيطه هي روح الصناعه، الخامات دي لو قادر ان انت تقوم على تصنيعها كل ده هيوفر لك الدولار وهيغطي المنتج المحلي. ده كان جزء من المساله. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة الطبية من وزارة الصحة هنا بتقدم خدماتها من خلال 12 عيادة تخصصية فيها معظم التخصصات الطبية زي عيادة تنظيم الأسرة. القافلة بتشمل معمل تحاليل طبية متكامل، القافلة بتشمل على جهاز أشعة إكس راي للكشف على العظام والصدر، زائد إن القافلة فيها أطباء استشاريين من أكفأ أطباء وزارة الصحة والسكان. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية احتفالية كبرى بمركز شباب قليب إبيار بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية. شهدت الاحتفالية تسليم 20 منفذا غذائيا مجهزا بكافة المواد الغذائية، إلى جانب تسليم قروض بقيمة 3 ملايين جنيه ل100 أسرة سيتم سداد نصفها على 20 شهرا والباقي دون رد، مع توزيع 1000 كيلو من اللحوم البلدية، وذلك ضمن مبادرة 600,000 باب رزق للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة. احنا بنوزع النهارده مشروعات متناهية الصغر عبارة عن اكشاك لعدد 20 اسرة مستفيدة، وبنوزع 100 قرض حسن لعدد 100 مستفيد، وبنوزع 1 طن لحمة لعدد 500 اسرة. بلغونا بالحاجة اللي حجينا ويرادونا به وسلمونا النهاردة اللحمة وقالونا من هنا لحد يوم العيد بكرمنا وبسطنا واخدين بالهم مننا. بشكر سيادة الرئيس وسيادة المحافظ اللي هو ادينا كشك تبع حياة كريمة. جات لنا لجنة على البيوت وجايت عاوزين صور البطايق وكده، وجايت هنفرقوا لحمة وهنفرقوا كراتين وهنعملوا للناس الغلبة كشك وكده. ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف، شكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الهندي ناريندار مودي بمقر مجلس الوزراء اجتماع مائدة مستديرة لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة رئيس الوزراء الهندي تأتي في توقيت رمزي مهم في ظل تزامنها مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. أضاف مدبولي أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة لزيارة الدولة والتي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير من العام 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن رفع مستوى علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. التقى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من ممثلي الشركات الهندية في مومباي، وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب عدد من الاستثمارات الهندية بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة والتوجه نحو تصنيع الوسائل صديقة البيئة.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحسن في أداء مصر في تقرير التنمية لعام 2023، والذي يستعرض أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يصدر هذا التقرير عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة SDSN الألمانية وشبكة حلول التنمية المستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة. يذكر أن مصر تقدمت في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 في 6 مراكز، واحتلت المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنها التقرير، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة. كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجة في عام 2023 مقابل 68.7 في عام 22، بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بافتتاح محطة التموين المتكاملة غازتك لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في منطقة وسط القاهرة. جاء ذلك في إطار الخطة القومية للدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. الخطة اللي بدأناها في التركيز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كجزء من الخدمات المؤدية للمواطنين كوقود بديل من ضمن الاختيارات للعملاء وقائدي السيارات، يبقى عندهم بنزين وعندهم سولار وكمان عندهم غاز طبيعي. فيبقى ميزة الغاز الطبيعي ان هو زي ما اتفقنا ان هو سعره ارخص، وكانت الفكرة ان احنا نحاول نخلي كمان ان هو متوافر في كل المحافظات وفي كل الطرق وفي كل المحطات. زي ما بندخل محطة بنلاقي بنزين 80 و92 و95 وبنلاقي سولار، كمان عايزين ندخل نلاقي غاز طبيعي. ده اللي احنا بنعمله، وبناء عليه في اخر 3 سنين الحمد لله باستهداف 1000 محطة، الحمد لله احنا النهاردة نقدر نقول ان احنا 1000 محطة خلاص اتحددوا وبنشتغل فيهم كلهم. النهاردة احنا يمكن تجاوزنا 750 محطة شغالة بتقدم خدمة غاز طبيعي مضغوط للسيارات في كل محافظات الجمهورية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مسجلة خسارة أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي ذلك في رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب على النفط، على الرغم من بوادر على انخفاض الإمدادات من بينها تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية. هذا وتراجع مزيج برنت ب4% ليصل ويحقق 73 دولار و85 سنتا للبرميل. هذا وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هو الآخر بما نسبته 0.5% ليحقق ما قيمته 69 دولار و16 سنتا للبرميل. هذا وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.91% لتصل إلى 2.42 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 4.64% لتصل وتحقق 2.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة الاقتصاد الأسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عاد لمستواه المسجل خلال فترة ما قبل وباء كورونا، أي قبل 3.5 سنوات. ووفق المعهد الوطني الأسباني للإحصاء فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 0.6% بين مطلع العام ومارس، وهو ما يضع إسبانيا ضمن مجموعة البلدان الأعلى نشاطا في منطقة اليورو. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع يوسف وسحر. شكرا لك مصطفى. أعلنت هيئة الدواء حصول مصر على العضوية الدائمة بالمجلس الدولي لموائمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري، وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى أفريقيا والثانية عربيا التي تحصل على العضوية الدائمة بالمجلس. وكانت مصر قد حصلت العام الماضي على عضوية المجلس كملاحظ قبل حصولها على العضوية الدائمة خلال عام واحد فقط.
فنان قدير له ضحكة مميزة وصوت أجش كان طريقه لقلوب المشاهدين، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة، واستطاع أن يلفت الأنظار بحضوره المختلف وموهبته الفذة. ورغم دخوله عالم الفن في سن متأخرة، إلا أنه نجح في الاستحواذ على قلوب المشاهدين بسهولة بأدواره الكوميدية والإنسانية. إنه الفنان الراحل يوسف داوود الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته. والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد يوسف، وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القارة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة والجو فيها يكون حار. في الأسكندرية 30-22 الجو فيها حار، في مطروح 28-22 حار، وفي بورسعيد 30-22 حار، في الإسماعيلية 36-22 والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 36 درجة مئوية والصغرى 21 والجو هناك يكون حار. في العريش 32-21 الجو حار، في طابة 35-23 الجو فيها حار، في شرم الشيخ 39-28 والجو فيها حار، في الغردقة 38-27 والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة والصغرى 26 درجة والجو هناك شديد الحرارة. أيضا في أسوان 42 درجة والصغرى 29 وأيضا الجو هناك شديد الحرارة، وفي الوادي الجديد 41 درجة و24 الصغرى شديد الحرارة أيضا الجو هناك. في شلاتين 37-27 والجو حار، وأخيرا في حلايب 34-28 والجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى هذه اللقطة لهذا اليوم، اللقطة الأبرز في نشرتنا. Coming straight. انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين. رئيس مجلس الوزراء ونظيره الهندي يبحثان في جلسة موسعة جوانب التعاون الثنائي. الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين ويطالب بتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. الأزمة الإنسانية تتفاقم في السودان مع احتدام المعارك، ومجلس الأمن يدعو لوقف القتال وحماية المدنيين. وبالعناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصل معنا ومعكم ويوسف الحسيني. أهلا بك. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه؟